يا صباح الخيرات على كل حضراتكم، يوم شتوي دافي وجميل، وان شاء الله يكون يوم سعيد على حضراتكم وعلينا جميعا باذن الرحمن. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، مجموعه كبيره من الاخبار يعني طبعا جاهزين لحضراتكم بيها، وطبعا مجموعه من الفقرات وضيوف ان شاء الله هينوروا حلقتنا النهارده. صباح الفل عليكم، وصباح الفل عليك يا نوال. صباح الخير والفل عليك يا كريم، وصباح النصر على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. و10 الصبح في الاهلي، يمكن بنقول هنا دلوقتي خلاص ال10 جايه باذن الله، كمان بنتكلم بدايه موفقه جدا لفريقنا والتاهل لدور المجموعات الافريقي بعد الفوز امس على بطل النيجر 4-0. يمكن ده اول خبر كمان معانا النهارده. طبعا والتفاصيل كالاتي، فريق طبعا الكوره في النادي الاهلي تاهل لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بعد الفوز على سوني داب بطل النيجر في مباراه الاياب برباعيه نظيفه، فيما كان طبعا قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف بدون مقابل عن طريق اليو ديانج. امبارح طبعا كان في يعني ناس كتير شايفه ان الماتش يعتبر سهل لحد كبير على النادي الاهلي زي ما دايما بنقول دايما، ولكن كالعاده الاهلي بيحترم كل منافسيه، وعشان كده الحقيقه كان بيلعب بمنتهى القوه واداء كان مسيطر الى حد كبير على مجريات الامور. الاهلي كان مسيطر على الملعب خلال خطه موسيماني، اللي اكد ان تغيير طريقه اللعب دايما ما بتكونش غير بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين ومش لاي سبب تاني، يعني عاده اي تبديل بين طرق اللعب المختلفه ما بيحصلش غير عشان يتناسب مع اللاعبين المتاحين في قائمه كل مباراه، وطبعا وفقا لطبيعه الفريق المنافس. تمام كده، وعشان كده قدرنا نسجل كمان 4 اهداف مع الرقفه طبعا عن طريق طاهر محمد طاهر هنا في الدقيقه 13، وليد سليمان في الدقيقه 37 تحديدا، بدر بنون شفنا ضربه الجزاء في الدقيقه 67 واللي كان ما كناش وقتها عارفين كان هيلعبها سليمان ولا هيلعبها بدر بنون، في الاخر كان بدر بنون وكلنا كنا سعداء حقيقي بضربه الجزاء والتسديده اللي حصلت. كهربا كمان في الدقيقه 90، بيتسو موسيماني خليني اقول لحضراتكم المدير الفني للفريق قال ان احنا حققنا نتيجه جيده واكتسبنا مشاركه بعض اللاعبين العائدين من الاصابات زي سعد سمير، بالاضافه لعوده بعض المصابين بكورونا اللي حرمتنا من لاعبين كتير جدا خلال الفتره الماضيه. ويمكن ناس كتيره جدا على تويتر كمان كانت سعيده بعوده سعد سمير. سعد سمير زي ما احنا عارفين هو من الجيل الذهبي في الاهلي، وكانت الاصابه بتاعته 2019 في برضه في افريقيا ديسمبر 2019 تحديدا اليوم يعني يوم 28، والعوده بتاعته كانت يوم برضه يعني نقدر نقول شهر واحد بس برضه في افريقيا. هو كان سعيد امبارح جدا، كان في لقاء مع احد مراسلنا وكان بيقول انا سعيد جدا، وكان ناس كتير جدا واقفه في ظهري منهم كابتن محمود الخطيب كان بيتابع دايما حالته كان بيشجعه، فهو كان امبارح توجه بالشكر لكل الناس اللي ساعدته منهم كمان جمهور الاهلي، فاحنا اكيد سعداء. ولو هنحلل شويه او نتكلم شويه كريم برضو في تفاصيل الماتش امبارح، يمكن كان الماتش جيد جدا من ناحيه، هنا بنتكلم استحواذ تمريرات تصويب يعني اعداد كده. امبارح كنت بتفرج على الاستوديو التحليلي الاعداد كانت تحديدا كده يقول لك تمريرات الاهلي كانت تقريبا 680 تمريره، التمريرات لصنديب كانت 222، ففي فرق واضح 3 اضعاف تقريبا بالظبط. التصويب للمرمى من ناحيه الاهلي كانت 19 تصويبه، على الصعيد الاخر صنديب كان 4. نتكلم يعني مباراه اعتقد في مجملها رائعه جدا وبدايه موفقه خلينا نقول ان صح التعبير هذا الامر. فبالتوفيق ان شاء الله، كمان عندنا ماتش سيراميكا يوم الجمعه، بالتوفيق للفريق ان شاء الله ودايما كده في نجاح ونصر.